جميع فئات الشعب المغربي بما فيها الموظفين والطلبه والمعطلين الى تجسيد هذه المسيره الوطنيه. ونحن في التنسيقيه الوطنيه وكموظفين متضررين نقول للمسيره ليست متاخره، لانه تمرير القوانين التراجعيه في البرلمان لا يعنينا وليس هو نهايه، لانه شكون المحدد في اخر المطاف؟ المحدد هو الشارع، هو المتضررين. المتضررين في اطار الوحده النضاليه على ارضيه واضحه اللي هي ارضيه اسقاط المخطط، طبيعه الحال هم من لهم سلطه القرار وتحديد الافاق المستقبليه. الطرف لا بعد ما صدرت القوانين على البرلمان وتم تمريرها، حاضرين اليوم الموظفين والموظفات في اطار التنسيقيه الوطنيه لاسقاط خطه التقاعد، تاكيدا منهم على استعدادهم وعلى وجودهم من اجل اسقاط هذه القوانين هذه بهذه الكثافه اللي كتلاحظوا اليوم من جميع مناطق المغرب، لانهم مصرين على التواجد في الشارع والحضور في الشارع بشكل قوي الى حين اسقاط القوانين. بالنسبة لنا احنا على يقين من نجاحنا من هذه المهمة هذه، لأن هذا هو الشعب اللي فرض التغيير ديال الدستور وقاد فرض إسقاط هذه القوانين هذه. لماذا؟ أولا لأنها تتقيس الحق ديال الولاد الشعب في الشغل، في الوقت اللي تتمدد مدة العمل بالنسبة للموظف فهي كتقيس حق ولاد الشعب في الشغل، تتمدد العطالة وكترفع من النسبة ديالها.